صباح الخير، انا حنان سليمان من ومضة. النهارده بنقابل احمد عصام الـ CEO of F16 Apps ومصطفى ماجد الماركتنج هيد عشان يكلمونا على ابلكيشن جديده هم عاملينها اسمها نيتلي. طلع عن الشركه. احمد، ممكن تكلمنا عن فكرتها؟ صباح الخير. نيتلي هو انجن. الفكره بتاعته ان هو بيخش على السوشيال فيدز بتاعت اليوزر، بيطلع منها اليوزر بريفرنسز، واليوزر بريفرنسز دي الحاجات اللي هي الحاجات اللي اليوزر بيحبها والحاجات اللي هي ايه مش بيفضلها قوي. احنا بدانا بتويتر. الانجن بتاعنا اول كيس ليه هي تويتر. دلوقتي يعني احنا خدنا التايم لاين بتاع اليوزر وجبنا البريفرنسز بتاعت اليوزر، وبعدين ابتدينا ان احنا نصوت التايم لاين بيزد على انترست. فدلوقتي بقى الاهم هو اليوزر الاول، والاقل اهميه بيبقى موجود تحت. في فيتشرز تانية موجوده برضه حطيناها، دي من ضمن الحاجات الموجوده في الانجن عندنا، ان السيميلر توبكس، يعني لو في ناس بتتكلم في الموضوع هنلاقي ان التويتس بتاعتهم اتجمعت في توبك، ودي بتوفر وقت. لما تيجي يعني تسكان التايم لاين فبتلاقيه بدل من مثلا 100-150 تويت ممكن تلاقيهم 30 توبك، فتقدر ان انت تسيطر شويه على التايم لاين. في شويه فيتشرز تانية يو اي، احنا داخلين على ان احنا تويتر كلاينت، يعني الانجن ورا موجود وكل حاجه، بس عايزين ندي فيتشرز تانية برضه لليوزرز اللي هم هيستعملوا الابلكيشن. فبقى في فيتشرز مثلا حاجات زي فيجوال ماركر، ان هي ان اليوزر يحدد بعض الناس بيبقى ليهم الوان مختلفه فيقدر ان هو يميزه في التايم لاين بسرعه. عندنا في طبعا مشكله كده ان الناس لما بتيجي تفولو حد بيبقوا مش عارفين هل ده يعني كويس وحش حلو، فبنقدر نعرف الكلام ده جوه البروفايل. عندنا حاجه اسمها اكستندد بروفايل، دي برضه بيزد على الانجن بتاعنا، بنطلع فيها شويه ارقام كده ماتشنج، ومثلا قد ايه هو سبام، قد ايه هو بيتكلم في مواضيع شبه اللي انا بتكلم فيها، هل هو اصحابهم واصحابي كده، الناس اللي هو بيكلمهم كتير. فدي كلها بنخش نسيرش شويه عن اليوزرز اللي انت بتحاول ان انت تعرفي عنهم معلومات اكتر. دي ده بالنسبه لنيتلي فور تويتر. عندنا برودكت ثاني برضه هو نيتلي فور نيوز، ده المفروض ان شاء الله برضه ان هو قريب هيبقى نازل لبلاك بيري 10. وده كل حاجه عن نيتلي. طيب، ونيتلي دلوقتي على ايفون؟ الايفون والايباد ونوكيا سيمبيان ونوكيا اشا، وقريب هيبقى اندرويد. هو اوريدي موجود على بلاك بيري 10، بس بلاك بيري 10 لسه ما عملوش ريليس، فاحنا ان شاء الله هنريليس في اول يوم الجهاز ينزل فيه. وامتى طلعتوه؟ احنا طلعناه اول فيرجن كان طلع في شهر 3، بس كنا قافلينه عشان خاطر بنعمل سيرفيز ونشوف الناس هتقول عليه ايه وكده. بعدين الفيرجن ده فكرنا خالص، لان لقينا ان احنا يعني الستاندرز بتاعت الابلكيشن كيوزر اكسبيرينس محتاجين نغيرها، محتاجين نظبطها. بعديها بالظبط شهر 6 كنا عملنا الريليس الاولاني على نوكيا، وبعدين بعديها بشهر على ايفون. وجرادولي كنا كل شهر بنريليس فيرجن. يعني احنا الشهر ده احنا دلوقتي اوريدي سبميتد لايباد، المفروض ان هو خلال يومين او ثلاثه يكون اتعمل ريليس في الستور. كده يعني على اخر الشهر ده اندرويد هيطلع، يبقى كده احنا نيتلي فور تويتر دي كده على 6 بلاتفورم وخلصانين بيه. طيب مصطفى، يعني الابلكيشن دلوقتي هي بتتباع، فشايف ان مستقبل حاجه يعني ابلكيشن بتتباع في مصر، هل يكون ليها مستقبل؟ هل ممكن تحقق لكم بروفيت؟ هو عامه الابلكيشن كون ان هو يبقى في بريميوم موديل يبقى بيتباع بفلوس على ستورز، هو دوت كان قرار ان احنا ان الابلكيشن نفسه فيه فيتشرز معينه تخلينا ننزله بفلوس. يعني لو انا جيت هكمبير ابلكيشن هشتريه، فارجع اشوف هبنش مارك الابلكيشن ده، اشوف الابلكيشن دوت الابلكيشنز اللي بتعمل نفس الحاجه هل فيها فيتشرز دي ولا لا، عشان اشوف هل الفلوس اللي هتدفعها دي فعلا تستحق انها تدفع في ابلكيشن زي دوت ولا لا. فلو جيت عملت كومباريزن بين من التويتر كلاينتس تانيين، هلاقي ان نيتلي في فيتشرز معينه مش موجوده في بقيه الابلكيشنز، فتبدا الناس تفكر طب ما انا هل الفيتشرز دي انا هستخدمها فعلا ولا لا. فزي ما احمد قال الفيتشرز تستحق ان الناس تدفع فيها فلوس. فساعتها بقى الكونسيومرز ساعتها الكونسيومر هيبدا يروح ان هو هيدفع فلوس في الابلكيشن دي عشان يشتري. دي اول حاجه. ثاني حاجه ان اساسا التارجت ماركت بتاعنا مش في مصر بس، التارجت ماركت عامه بيبقى جلوبال، ففي بلاد كتير جدا بتخش على ستورز بتبدا تشوف الابلكيشنز. فهي لما هتشوف نيتلي زي ما قلنا هتبنش مارك نيتلي بالنسبه للابلكيشنز التانيه اللي هي تويتر كلاينتس، هتلاقي ان الفيتشرز تستحق ان هو يدفع فيها. فعشان كده احنا قررنا نحطه بريميوم موديل، يتحط في بلاك بيري وعلى ابل ستور وعلى نوكيا ستور هيتحط بفلوس. طيب، ومقارنه بحاجات يعني ممكن نقول منافسين زي نيتلي زي تويت داك، ايه الفيتشرز المختلفه اللي هتميز نيتلي؟
تمام. هو زي ما احمد قال، اول حاجه احنا نيتلي انجن سمارت انف ان هو يبدا يرتب للناس السوشيال بريفرنس بتاعته. هو مش بيسال اليوزر، هو بيدرس اليوزر هو بيعمل ايه او الحاجات الانترست بتاعته، فهو لوحده بيبدا يسورت السوشيال بريفرنس بتاعته. في حاجه زي كده طبعا مش هتلاقيها مثلا في تويتر. تويتر اذا ريجولر تايم لاين بيرتب تايم لاين ده تويتر يبقى عادي. دي حاجه. ممكن تاني حاجه ان انا اقدر اميوت يوزر معين، لو في يوزر معين انا مش عايز اعمل له انفولو بس هو مثلا بيسبام او انا مش انترستد ان انا اشوف التويتس بتاعته، فحبدا اميوت اليوزر دوت من غير ما هو يعرف، وانا في نفس الوقت هبقى استفدت ان التايم لاين بتاعي هيبقى يعني هيبقى كستمايز حسب الانترست بتاعتي بس. دي حاجه. تالت حاجه ممكن يكون الفيجوال ماركرز. الفيجوال ماركرز ممكن تكون موجوده في عند كلاينتس ثانيين، بس هي يعني عندي زي ما قلنا لما بتيجي مع السوشيال بريفرنسز، لما بتيجي حسب السوشيال بريفرنسز اللي انا بحبها وبلون الحاجه اللي انا هبقى انترستد ان انا اشوفها عشان بسهوله اقدر اوصل لها، دي هتبقى اذا بلس في نيجي يعني. وكام مرات عمل داونلود للابلكيشن؟ هو يطلع مثلا في البلاتفورمز كلها لحد دلوقتي وصلنا 10,000. احنا بنقيم احنا اخر السنه دي ان شاء الله نوصل ل 300,000 على كل البلاتفورمز في العالم. طيب ومن ناحيه الريفينيو، يعني متخيلين انه الابلكيشن ب $3 تقريبا، فمن ناحيه السعر ده من البلاتفورم الثانيه، يعني السعر ده من البلاتفورم الثانيه بيزد على يعني في بلاتفورم كثافه عاليه طلب عليها زياده، في يعني مثلا بلاتفورم زي الايفون اجريسيف شويه ممكن السعر فيها اقل من حاجه زي مثلا بلاك بيري، لان العدد هنا ما فيش كومبيتيتورز كتير، هي تبقى يعني عارفه اللي هي قواعد حساب المصاري. طيب وشايفين ان البيزنس موديل انه يكون قايم بس على الـ ان هو paid app، هل ده الريفينيو ستريم بس الوحيد للابلكيشن ولا في حاجه تانية؟ وشايفين وين يعني امتى ممكن تحققوا بريك ايفن؟ تمام. بالنسبه للريفينيو بتاعتنا احنا، هي بالنسبه لنا نيتلي فور تويتر مرحله، احنا الانجن بتاعنا نقدر ندخله في كذا حاجه. الانجن المشكله الاساسيه اللي عندها هي الانفورميشن اوفرلودنج. يعني ممكن في المستقبل في حاجات احنا مثلا بدانا يعني بعد نيتلي فور تويتر في نيتلي فور نيوز. نيتلي فور نيوز المفروض ان هو انت هتلاقي مثلا بدل هيك انت تقعد تدوري على نيوز هتلاقي ده بيقل. احنا بنفترض ان احنا يعني هنكمبيت في ليفل ثاني خالص، ممكن بقى ليفل ان احنا بندور على عدد يوزرز يستعملوا الابلكيشن عشان نقدر ان احنا نطلع حاجه من في امثله للكومبيتيتورز. مثلا ممكن يبقى في المستقبل كومبيتيتورز لينا لو احنا عرفنا نوصل للمرحله دي، حاجه مثلا زي فيبورد مثلا، حاجه زي حاجات زي كده. طيب متخيلين انه في خلال السنه دي هتحاول بريك ايفن؟ ان شاء الله. طيب خلاص، شكرا لكم.